السلام عليكم، لنناقش موضوع الفيكتور شابتر 9 من مادة الفاينل. نعرف شو هو الفيكتور. الفيكتور هو الكمية المتجهة. مثلا عندنا جسم بصير بهذا الاتجاه وبهذا الكم، مثله بهذا السهم. نعرف معلومات عن هذا الفيكتور اللي هو له initial point اللي هي P و terminal point Q. ال initial point بتمثل ذيل السهم، ذيل المتجه، وال Q terminal point بتمثل رأس المتجه. بدنا نعرف ملاحظة متى بتساوي two vectors، يعني يكون عندنا جسمين بصيروا بنفس الاتجاه وبنفس الكم، بنحكي عنهم متساويين equal or equality of vectors. إذا كان عندنا two vectors بنفس الاتجاه بصيروا وبنفس الطول. عرفنا أن الفيكتور له نقطة بداية نقطة نهاية. نرمز للفيكتور بأي رمز small من A إلى Z. طبعا احنا لما نحكي في عنا نقطة بداية ونقطة نهاية لفيكتور، احنا بالأصل الفيكتور شو هو؟ شو بمثل؟ بمثل جسم بصير فضاء ثلاثي الأبعاد. بالرياضيات احنا بنمثله على الكارتيزيان كوردينات سيستم X Y Z. فلما بدنا ناخذ النقطة P مثلا والنقطة Q، كيف بدنا ناخذ الموقع المحدد لها؟ بناخذها بناء على ال X وال Y وال Z مثل ما هو موضح هنا. P مثلها ب X1 Y1 Z1 و Q X2 Y2 Z2. بالنسبة لل length، ال length اللي هو نفس الماجنتيود ال absolute value لل vector. ال absolute value لل vector حكينا عنها اللي هي distance between two points، يعني المسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية. كيف نحسبها؟ في معطينا قانون ال length يساوي تحت الجذر A1 تربيع زاد A2 تربيع زاد A3 تربيع. شو A1 شو A2 شو هي ال A3؟ معطينا هون بحكي لك A1 هي المسافة بين نقطتين على كل بلين، يعني بالنسبة للمتجه X البلين X بحكي لك ال A1 X2 نقطة النهاية ناقص نقطة البداية X1. نفس الاشي بالنسبة ل A2 Y2 ناقص Y1، ونفس الاشي بالنسبة ل A3 Z2 ناقص Z1. يعني احنا بناخذ كل نقطة على المتجه على المحور الخاص ب A1 A2 A3، اخذناها بالبداية على المتجه X على المتجه Y وعلى المتجه Z ووجدنا المسافة تاعتهم. هاي هون موضح بالرسمة، هاي النقطة P1، هاي النقطة عفوا P، وهاي النقطة Q اخذناها مرة على X هاي المسافة ل A1، مرة اخذناها على Y هاي المسافة A2، مرة اخذناها على Z هاي المسافة A3. كيف حسبناهم؟ النقطة النهائية نقطة Q بالنسبة ل X ناقص النقطة B بالنسبة ل X وهكذا. بس نوجد القيم A1 A2 A3 بنعوضها مباشرة بقانون الـ Absolute Value تحت الجذر القيمة تربيع A1 A2 A3 تربيع، تجمع وبتوجد الـ Length. لو نأخذ هذا المثال للتوضيح، معطينا بحكي لك أن الـ Vector له نقطة البداية Initial Point تقع على 1 5 3 والـ Terminal Point 2 1 6. فاحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ كل قيمتين بناء على المحور الخاص فيهم ونحسب A1 A2 A3. لو نبلش بالمتجه X نوجد A1، بناخذ القيمتين الواقعين على هذا المحور اللي هي A2 من Q 2 ومن P 1، 2 ناقص 1 تساوي 1. لو اخذنا على المحور Y اللي A2 تساوي بناخذ بناء على المحور Y، احنا بنعرف طبعا انه X Y Z. بالنسبة ل Y نقطة النهاية 1 ناقص نقطة البداية 5 تساوي سالب 4، هاي المسافة بين نقطتين. ليش هون اجت سالب 4؟ انه على على الاتجاه السالب من المحور Y. بالنسبة ل Z A3 ناخذ نقطة النهاية 6 ناقص نقطة البداية 3 تساوي 3. هيك وجدنا A1 A2 A3، ما وجدنا اللينث. بالنسبة لللينث هي الابسوليوت فاليو للفيكتور A مثلا يساوي تحت الجذر قيمة A1 تربيع زائد A2 تربيع زائد A3 تربيع وتساوي
واحد تربيع زائد سالب أربعة تربيع زائد ثلاث تربيع وتساوي 26 تحت الجذر. هسه احنا ممكن ناخذ بشكل ناخذ A بشكل فيكتور كمسافات، نحكي A نتجت معنا اللي هي بناخذ A1 A2 A3 على شكل فيكتور 1i هاي بالنسبة ل X، سالب 4j هاي بالنسبة ل Y، وثلاثة K هاي بالنسبة ل Z، هاي X هاي Y هاي Z. وبنعتبره هذا الطول التحليلي للفيكتور A، ومنه بنوجد الابسوليوت فاليو بشكل مباشر. لو نكمل مع المثال بنلاحظ وجدنا A1 A2 A3 وضعناهم بفيكتور، فيكتور لللينث، وبعدين اوجدنا الابسوليوت فاليو اللي هي اللينث. هسه ممكن يعطينا سؤال يقول لك معانا الانيشال بوينت للفيكتور نفسه تقع على 0 0 0، يعني تقع بالسنتر بوينت. ديتيرمن ذا تيرمينال بوينت، يعني معطينا ذيل السهم وبده راس السهم كيو بي معانا، بدنا نوجد كيو كم. احنا وجدنا الفيكتور A كطول على جميع المحاور، فكيف ممكن نوجد النقطة P؟ بكل سهولة بنحكي كيو تساوي كفيكتور النقطة الأصلية P اللي معطينا إياها صفر، زائد طول السهم على نفس المحور اللي هو X، زائد 1.0 زائد على نفس المحور نفس الأكسس Y هنا اللي هي J سالب 4، نفس الاشي بالنسبة ل Z 0 زائد 3. 0 طبعا هاي القيم هي الانيشال بوينت، احنا اخذنا الانيشال بوينت وضفنا لها طول الفيكتور واوجدنا التيرمينال بوينت، فبكون معنا كيو كبوينت موقعها 1 سالب 4 3. هاي بصيغة عامة التيرمينال بوينت تساوي 0 زائد A1 0 زائد A2 0 زائد A3، بطلع معانا 1 سالب 4 و3. ننتقل لموضوع الاديشن اوف فيكتورز. الاديشن اوف فيكتورز هي مطابقة لموضوع جمع التو ماتريسيز. لما كان عندنا تو فيكتورز بالماتريكس كان يكون عندنا جمع ضمن نفس الموقع corresponding component. فلو حكينا عندنا الفيكتور A والفيكتور P، معطينا A تساوي 1 2 3 و B 5 2 4، كيف بدنا نوجد C where C equal A زائد B؟ حكينا الجمع بيكون ضمن نفس الموقع corresponding component، فبنجمع 1 مع 5 المحور X، 2 مع 2 على المحور Y، و 3 مع 4 على المحور Z. بشكل عام هي الصيغة A1 زائد B1 A2 زائد B2 A3 زائد B3. هنا A1 مش نفس ال، يعني لا تفكر انك بدك توجدها تحسبها بهذا الشكل، هنا معطيك اياها جاهزة، معطيك الفيكتور جاهز، مش معطيك تيرمينال بوينت وانيشال بوينت، فانت بكون عندك الجمع مباشر وبطلع معانا ال resultant force او هو الفيكتور المحصل. هي طلع معنا 6 4 7، لو اخذناهم ك رسم سكتش معانا A ومعانا B find C. بنحط بالبداية بنحط A، بنحط ذيل B على رأس A، وبنحط C اللي هو المحصلة، الذيل على ذيل A والرأس على رأس B، بكون معانا بهذا الشكل. نكمل هنا معطينا الفيكتور A، حكي لك الفيكتور A كcomponent له A1 A2 A3، حكينا A1 و A2 A3 هم المسافة على كل axis. ال A1 أعطيناها ال axis X، A2 ال axis Y، و A3 ال axis Z. حكينا A1 بنوجدها من طرح ال terminal point ناقص ال initial point على ضمن ال axis، يعني كل axis نطرح ال terminal point
ناقص الانيشال بوينت. الفيكتور الناتج معنا بهذا الشكل similar to raw vector in matrix، يعني لما بدنا نعمل addition بين two vectors بنجمع العناصر ضمن الموقع الواحد corresponding components. بنقدر نعطي هذا الفيكتور صيغة ثانية عن طريق i j k اللي هم اليونت فيكتور قيمتهم واحد، هم فقط للدلالة على المحور. i دلالة المحور x و j دلالة المحور y و k دلالة المحور z، مثل ما هو موضح بهذا الشكل. الواحد باخذها المحور x، والواحد بالj باخذها المحور y، والواحد بالz باخذها المحور، الواحد بالk عفوا باخذها المحور z. في عندنا مثال مهم نعرف فكرته، بحكي لك اوجد resultant in terms of component، يعني بدنا نوجد resultant ب terms component يعني في ثلاث قيم. and its magnitude، الماجنتيود قيمة واحدة اللي هو length اللي هي ال absolute value. معطينا 3 vectors، بده resultant force بالبداية. شو بنعمل؟ بنجمع كل عنصر ضمن الاكسس الخاص فيه. لو حكينا هنا x، هنا y، هنا z اللي هي i j k، فشو بنعمل؟ بنجمعهم للثلاث vectors وبنوجد الresultant. 2 زائد 0 زائد 2 4، ثلاث زائد ستة زائد صفر تسعة، وصفر زائد واحد زائد سالب أربعة سالب ثلاث. هاي resultant in terms of component. هسا بدنا نوجد الماجنتيود لهاي resultant. مثل ما حكينا بناخذ لها الابسوليوت فاليو، كل عنصر بنربعه بنجمعهم بناخذهم تحت الجذر بهذا الشكل، بطلع معنا 106 تحت الجذر. نحكي هسا على الانر برودكت اللي هي دوت برودكت A دوت B تساوي الابسوليوت فاليو للفيكتور A ضرب الابسوليوت فاليو للفيكتور B مضروب الكوساين جاما. متى بكون عندنا في عندنا حالات من الحالات لما A دوت B تساوي صفر؟ بكون عندنا A أو B تساوي صفر. إذا كان عندنا A أو B كفيكتور يساوي صفر، فبكون عندنا A دوت B تساوي صفر. هاي الحالة بنستعملها لما يكون A لا يساوي صفر و B لا يساوي صفر، فبكون عندنا قيمة. بالنسبة ل A دوت B كيف نوجدها؟ بشكل بسيط أعطانا الفيكتور A A1 A2 A3 والفيكتور B B1 B2 B3، الدوت بيناتهم اللي هو بنضرب العناصر ضمن الموقع الواحد وبنعمل جمع لجميع المضاريب A1 B1 ضمن نفس الموقع على ال x axis زائد a2 b2 على ال y axis زائد a3 ضرب b3 على ال z axis. a dot b always a scalar، يعني دائما a dot dot product بعطينا رقم ثابت، مش اكثر من عنصر، مش component يعني على x و y z، دائما بعطينا رقم ثابت. ناخذ كمان ملاحظات بالنسبه لجاما، اذا كانت الزاويه جاما أقل من 90 درجة بكون عندنا الدوت برودكت أكبر من صفر. إذا كانت جاما مساوية لـ 90 درجة يعني كوساين 90 صفر، فبكون هاي حالة ثالثة. حالة ثالثة بنعتبرها لـ A دوت B تساوي صفر. عندنا الحالتين الأولى A تساوي صفر أو B تساوي صفر أو جاما تساوي صفر، فبكون دوت برودكت مساوي للصفر. والحالة الثالثة بالنسبة لجاما لما نحكي أكبر من 90 درجة، فبكون الدوت برودكت أقل من صفر. بالنسبة لجاما عندما تساوي 90 درجة دوت برودكت تساوي صفر، بنحكي عنهم orthogonal vectors. وهاي الملاحظة بتكون عندما A لا تساوي صفر و B لا يساوي صفر، إذا كان دوت برودكت تساوي صفر فبكون two vectors orthogonal. شو معنى orthogonal؟ يعني متعامدين. حكينا قبل بالنسبة للlength اللي هو absolute value للفيكتور، العنصر نفسه A1 بناخذه تربيع زائد العنصر الثاني على اكسس اخر تربيع الى اخره. ممكن ناخذه بطريقه ثانيه اللي هو تحت الجذر الدوت برودكت، لانه الدوت برودكت بنضرب العناصر على نفس الاكسس وبنجمع المضاريب، يعني a1 ضرب a1 زائد a2 ضرب a2 الى اخره، هذا هو الدوت برودكت. هي هون معطيك اياها ملاحظه. ننتقل لموضوع كيف نوجد الانجل بالدوت برودكت. معطينا قانون الكوساين جاما تساوي a دوت b على الابسوليوت فاليو لA مضروبة بالابسوليوت فاليو لB. الابسوليوت فاليو حكينا بناخذ تحت الجذر الدوت بين نفس العنصر بين نفس الفيكتور. هي هون بالقانون الدوت برودكت مثل ما حكينا لA دوت B، هيها هون عشان نوجد جاما بناخذ كوساين انفرس
لهذا الشكل من القانون. لو نأخذ هذا المثال، معطينا الفيكتور A معطينا الفيكتور B. الفيكتور A 1 2 0، والفيكتور B معطينا إياه 3 5 1. هسه بدنا نوجد اللينث وبدنا نوجد الانجل، لو رمزنا لهم بالرمز L والرمز جاما. نبلش بإيجاد اللينث للعنصر A والعنصر B، الفيكتور A والفيكتور B. حكينا بناخذ الابسوليوت فاليو تساوي تحت الجذر العناصر تربيع، 1 تربيع زائد 2 تربيع تحت الجذر 5. ناخذ اللينث للفيكتور B تحت الجذر نفس الشيء اللي هي الابسوليوت فاليو، 3 تربيع زائد 5 تربيع زائد 1 تربيع تساوي عنا تحت الجذر 35. هيك خلصنا من اللينث. هسه بدنا نوجد جاما، معطينا القانون كوساين جاما تساوي A دوت B على اللينث ل A باللينث ل B. الدوت حكينا بنوجده A دوت B، العناصر نفس الاكسس بنضربهم ببعض 3 ضرب 1 3، وبنجمع 5 ضرب 2 10، وبنجمع 0 ضرب 1 0 وتساوي 13. فبنحكي كوساين جاما تساوي 13، معانا اللينث ل A واللينث ل B تحت الجذر 5 و35 تحت الجذر. بناخذ كوساين انفرس عشان نوجد قيمة جاما. طبعا بطلع معنا الجواب بالدجري اذا كانت الآلة الحاسبة محطوطة على الدجري، وبالراد اذا كانت محطوطة على الراد، واحتمال يكون عندك الخيارين، هاي دجري هاي بالنسبة للراد. ننتقل لموضوع الاوتر برودكت اللي هو الكروس برودكت. لما يعطينا ذي تساوي A كروس B تساوي 0 اذا كان عندنا A or B يساوي 0، اور جاما تساوي 0، جاما تساوي 130. بناء على هذا القانون ال V كابسوليوت فاليو تساوي كروس A في B تساوي لينث ل A في لينث ل B في ساين جاما. إذا كانت جاما 0 طبعا الساين راح يكون 0، وإذا كان 180 الساين راح يكون 180، راح يكون عفوا 0، فبيكون عندنا V تساوي 0. ثلاث حالات للكروس برودكت يساوي 0. معطينا مثال أو كجنرال نأخذها، الفيكتور A تساوي A1 A2 A3 والفيكتور B B1 B2 B3. then معطينا الفيكتور بعد الكروس برودكت V، بعطيك V1 V2 V3 وهو نفسه يساوي كروس برودكت بين التو فيكتورز AB. كيف نوجد ال V1 وال V2 وال V3؟ أخذنا قبل إيش؟ أخذنا مادة السكند الديتيرمنت، هذا نفس المبدأ باسم ثاني اللي هو الكروس برودكت. بدنا نعرف شو الصفوف اللي بدنا نستخدمها بالكروس برودكت. احنا بنعرف انه كل عنصر A1 و A2 و A3 نفس الاشي ل A ل B1 و B2 و B3 نفس الاشي ل V1 V2 و V3 بقعوا على axis. كل axis حكينا بنمثله برمز، ال X axis بنمثله ب I وال Y axis ب J وال Z axis ب K. فالصف الاول راح ياخذ الرموز اليونت فيكتور اللي هو I J K، X axis Y axis و Z axis. الصف الثاني باخذ معانا الفيكتور الاول من الكروس برودكت، والصف الثالث باخذ الفيكتور الثاني من الكروس برودكت. بنعمل ديتيرمنت مثل ما تعلمنا بمادة السكند، بتاخذ العنصر I تضرب الديتيرمنت كديتيرمنت 2 باي 2 ماتريكس، بطلع معانا هذا الشكل. بالنسبة ل I الديتيرمنت إلها بمثل V1، بالنسبة ل J الديتيرمنت إلها بمثل V2، وبالنسبة ل K الديتيرمنت إلها بمثل V3. بدك تنتبه ب V2 لما ناخذ J كون عنا إشارة سالب ممكن تدخلها على القوس وتعكس بين المضاريب، يعني بيكون عنا A3 في B1 ناقص A1 في B3. بدنا ناخذ ملاحظة اختصرتها بهذا الشكل بالنسبة للكروس برودكت لليونت فيكتور. لما بدنا نحفظ هذا الشكل I J K، لما نمشي مع عقارب الساعة بكروس برودكت مثلا I كروس J بعطينا بوزيتيف K،
مع عقارب الساعة cross product بعطينا positive العنصر اللي قباله k cross i بعطينا positive j. عكس عقارب الساعة بالcross product بعطينا negative sign للعنصر التالي. حكينا i cross k بعطينا negative j. ناخذ هاي مثال على كل حالة. j مع عقارب الساعة cross k معطينا positive i. عكس عقارب الساعة k cross j معطينا negative i. نكمل بشي اسمه scalar triple product. معطينا الفيكتورز a b c dot product، فاحنا بنختصرهم ب a dot b c بيناتهم cross product، او a cross b cross product between two vectors و dot product مع الثالث، يعني v dot product مع c، او هنا a dot product مع v، لانه بنعرف ناتج الكروس برودكت بعطينا v، وتعلمنا كيف نوجد v كفيكتور عن طريق الديتيرمنت بهذا الشكل. ممكن نختصر على حالنا الحل بان نشيل هذا الصف ال i و j k ونحط بداله dot product. يعني لو اخذنا هذا المثال a dot product مع v، ناخذ الديتيرمنت الها الصف الاول ل j i j k بنستبدله بالعنصر خارج الدوت الكروس برودكت، فبكون عندنا بهذا الشكل وبشكل مباشر مكان i اخذنا a1 ومكان j اخذنا a2 ومكان k اخذنا a3 وعملنا ديتيرمنت نفس مادة السكند. وهي حاط لك ملاحظة انه هاي ال v1 هاي ال v2 هاي ال v3. ليش ممكن نبدل a1 و a2 و a3؟ لانه حكينا الاي والجي والكي اصلا يساوي واحد، فلما نعمل دوت برودكت ما راح يكون عندنا اي مشكله. احنا بنضرب v1 ضرب a1 v2 ضرب a3 v2 ضرب a2 v3 ضرب a3 اللي هو نفس الدوت برودكت. هيو تب هذا الشكل، هيو a1 v1 a2 v2 a3 v3. فاحنا هذا الشكل نفس هذا الشكل لكن بصيغه الديتيرمينانت. ناخذ ملاحظات على السكيلر تريبل برودكت. بحكي لك الابسوليوت فاليو بعد ما نعمل الكروس برودكت. الابسوليوت فاليو بتمثل الفوليوم اوف ذا اوبليك بوكس اللي هي اسمه الثاني اللي هو الاوبليك بوكس، هذا هو شكله. بحكي لك لما تعمل ابسوليوت فاليو للتريبل برودكت بعطينا الفوليوم لهذا الشكل. ملاحظة ثانية بحكي لك الثري فيكتور اللي عملنا لهم سكيلر تريبل برودكت بيكونوا اندبندنت، يعني مستقلين، فقط اذا كان الديتيرمنت لا يساوي صفر. يعني كل واحد له متجه خاص فيه، بلين خاص فيه، اذا كان الديتيرمنت لا يساوي صفر. حكي لك ملاحظة بالنسبة للفوليوم يساوي الارتفاع بالمساحة القاعدة كدوت برودكت وكروس برودكت وابسوليوت فاليو للفيكتورز. معطينا ملاحظات على المعادلات، الهاي تساوي ابسوليوت فاليو للفيكتور A في الابسوليوت فاليو كوساين بيتا بالنسبة للاريا، معطينا كروس برودكت ومعطينا الفوليوم بشكل النهائي. حكي لك الفوليوم هيوتب صيغة السكيلر تريبل برودكت اللي هي بنوجدها بهذا الشكل، فقط هاي للتوضيح للإثبات. في ملاحظة إضافية على الفوليوم، إذا طلب بالسؤال توجد مساحة سطح واحد من الشكل، فشو بتعمل؟ طلب حجم سطح واحد من هذا الشكل، شو بتعمل؟ بتقسم الفوليوم الناتج من السكيلر تريبل برودكت بتقسمه على 6، لأنه في عنا 6 وجوه. بيكون مثل ما حكيت التريبل سكيلر تريبل برودكت بعطينا الفوليوم للأوبليك بوكس. إذا طلب منك التتراهيدرون، يعني بده الفوليوم لسطح واحد من الأوبليك بوكس، فبتحكي الفوليوم الناتج معانا من السكيلر تريبل برودكت بنقسمه على 6 وبيطلع معنا الفوليوم للتتراهيدرون. ناخذ آخر أهم الملاحظات على تشابتر 9 اللي هو الفيكتور فانكشن. احنا بنعرف انه الفيكتور اخذناه كارقام بتقع على اكثر من اكسس، الاكس والواي والزي. هسه هون لما ناخذ الفيكتور فانكشن اللي هو
فيكتور بدلالة P وبعطينا مجموعة من الفيكتور بدلالة P كمان مثل هذا الشكل. عندنا surface عليه field of vectors أو vector field بنرمزهم بفيكتور function نأخذهم كفيكتور واحد قيمة واحدة. طبعا كل فيكتور بقع على ال x y و z الخاص فيه. فممكن طبعا انه غير ال x y و z ناخذ function بدلالة الزمن مثلا vt، او بهاي الحالة بدنا نكمل على الفيكتور بال x y z. في عندنا مثال، اهم مثال بالمادة rotating body، نعرف انه بنحكي عن velocity وعن speed. معنا هاي البادي rotate بانجولار velocity، عندنا البوينت B تقع على ال X Y Z. في عندنا الروتاتينج اكسس، هاي الروتات، هاي عندنا روتات بهذا الشكل، هاي الروتاتينج اكسس بوزيتيف Z دايركشن بهذا المثال. الفيكتور V بهذا الموضوع يساوي W اللي هي velocity كروس برودكت مع R اللي هي اللينث مثلا للفيكتور للبوينت بي، يساوي كروس برودكت اللي هو الديتيرمينانت الصف الاول اي جي كي، الصف الثاني اكس واي زي للبوينت الواقع على السطح. بهمنا نعرف الصف الثالث اللي موقعه هون من وين نجيب عناصره. حاط لك مربعات عناصر فارغة عشان نعرف كيف نوجد العناصر لهذا الصف. حكي لك defined from the axis of rotation and the value of W اللي هي speed. يعني بعطيك بالسؤال بحكي لك الجسم بدور على ال x axis مثلا positive direction على ال x axis، فشو بكون ال W؟ معطينا قيمتها speed يساوي مثلا 5، فبكون عندنا W K. ليش K؟ لأنه على ال Z axis، وحكينا K لل Z axis. نوضحه بشكل كتابي، حكالنا الجسم بلف بعمل rotation على ال positive Z axis بسرعة 5، فبتحكي هذا العنصر راح يكون 0 لل I axis اللي هو X axis، 0 لل Y axis اللي هو J، وبوزيتيف 5 للكي اكسس اللي هو زي، هو اللي اعطانا السؤال. اذا حكالنا بالسؤال الجسم بدور بعمل روتيشن على البوزيتيف او نيجاتيف اكس اكسس بسرعة تساوي 3، فبنحكي 3 اي، فبنعطي هذا الصف 3 0 0. اذا ما اعطاناش بوزيتيف او نيجاتيف بحكي لك clockwise أو counterclockwise. إحنا بنحكي على قاعدة اليد اليمنى، بتلف أنت حسب السؤال شو معطيك، بتلف الأصابع counterclockwise أو clockwise وبتشوف الاتجاه إما positive أو negative، بتعطي الرقم الإشارة. بعد ما تعمل cross product هو بطلب منك مثلا speed، فبتعطيه دائما السرعة بتكون موجبة إذا كان absolute value، مش absolute value بيكون واضح بالسؤال. ننتقل للscalar function. الscalar function اللي هو نقطة بدلالة function. هنا حكينا عن vector، vector field، هنا بنحكي عن نقطة، نقطة تقع بال x y z ك function. كيف بنوجدها؟ معنا هذا الجسم مثلا عليه نقطة P قيمتها 2 1 0، يعني تقع هاي P على الجسم على الأبعاد 2 1 0 ضمن الكارتيزيان كوردينات سيستم. تبعد هذا الفانكشن عن النقطة P نوت 0 5 0. احنا شو السكيلر فانكشن معناته؟ هي المسافة بين نقطة تقع على جسم بعمل روتيشن او ما بعمل روتيشن، بس احنا بدنا ناخذ انه بعمل روتيشن، تبعد فانكشن عن النقطة بوينت تقع بالفضاء ضمن كارتيزيان معين. فالحل بيكون ضمن هذا القانون، الفانكشن للسكيلر x ناقص x نوت، يعني النقطة الأصلية على الجسم ناقص
النقطة بالفضاء الخارجي أو بالسبيس، أي مكان يعني، مش فضاء إنه خارج كوكب الأرض. بالنسبة للإكس أكسس، بالنسبة للواي أكسس نفس الإشي، المسافة بين النقطة الأصلية والنقطة اللي بدنا نشوف المسافة كم تبعد عنها. فبناخذ مثلا الحل F الفانكشن السكيلر، الفانكشن اللي بي تحت الجذر النقطة الأصلية على الإكس أكسس 2 ناقص النقطة اللي بدنا نشوف المسافة كم تبعد عنها 0 كل تربيع، زائد بالنسبة للمحور واي أو الأكسس واي 1 ناقص 5 كل تربيع، زائد 0 ناقص 0 كل تربيع 0. فبكون عندنا الفانكشن هو رقم ثابت تحت الجذر 4 × 4 تربيع، هي 4 زائد 16 تحت الجذر 20. هيك تعلمنا كيف نوجد الفيكتور فانكشن وكيف نوجد السكيلر فانكشن. الفيكتور فانكشن عبارة عن كروس برودكت لروتيشن بوينت. تعلمنا كيف نوجد الصف الناقص، هذا هو الصف من البوينت بيكون معطى، وهي الاي جي كي ضمن الاكسس، وهذا البوينت بدنا نستنتجه احنا ضمن الروتيشن المحدد معانا. بدنا نعرف كمان اشي اللي هو ديريفاتيف اوف ا فيكتور فانكشن. حكينا الفيكتور هذا بالاكس واي زد ممكن يكون بدلالة التايم الزمن، نفس الاشي فيلد اوف فيكتورز بدلالة الزمن. الديريفاتيف اللي هو المشتقة، فاحنا لما يعطينا فيكتور ممكن نعمل له مشتقة ضمن العناصر على الاكس والواي والزي. الحل بيكون كيف؟ باشتقاق كل عنصر ضمن الموقع الخاص فيه بشكل منفصل. مثلا معطينا مثال بحكي لك الفيكتور بدلالة التايم يساوي 12 تي على الاكس اكسس اللي هي اي، على الواي اكسس اللي هي جي 5 تي تربيع، وعلى الزي اكسس اللي هي كي 3 تي تكعيب. اوجد الاشتقاق لهذا الفيكتور في، فاحنا بنشتق كل فيكتور ضمن الموقع الخاص فيه 12 تي مشتقتها 12، 5 تي تربيع مشتقتها 10 تي، 3 تي تكعيب مشتقتها 9 تي تربيع. آخر موضوعين مهمين اللي هو الجريدينت للسكيلر فانكشن. معانا الفانكشن السكيلر اف بي تساوي اف اكس واي زي، الجريدينت برمز له بالمثلث هذا المقلوب اف اكس واي زي على القانون اللي هو المشتقة. تعلمنا انه الفيكتور ممكن نشتقه بالديريفاتيف اوف فيكتور. في عنا الجريدينت اللي هو مشتقة للسكيلر فانكشن. فاحنا بعطينا فانكشن سكيلر، احنا لما نوجد الجريدينت بدنا نشتق كل عنصر ضمن الاكسس اللي خاص فيه، بنشتق اكس، بنشتق واي، بنشتق زي. ممكن نرمز لهم كمان كدلالة فيكتور اي جي كي. هسه كمان ملاحظات، النورمال فيكتور اللي هو الجريدينت بشكل مباشر، وعندنا اليونت نورمال فيكتور اللي هو ضمن هذا القانون الجريدينت على الابسوليوت فاليو للجريدينت. وتعلمنا الابسوليوت فاليو تحت الجذر القيم تربيع مجموعين. معطينا مثال، معطينا هذا الفانكشن زي تربيع تساوي 4 اكس تربيع زائد واي تربيع. فاحنا بنساوي بالبداية بالصفر، نحكي عشان نحل 4 اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص زي تربيع تساوي صفر. اذا هذا هو الفانكشن اف بي. عشان نوجد الجريدينت بشكل مباشر نعمل اشتقاق لكل عنصر. الجريدينت يساوي نشتق الاربعة اكس تربيع 8 اكس بعطينا، بنشتق الواي تربيع 8 واي، وبنشتق النيجاتيف زي بعد ما عملنا الفانكشن تعطينا نيجاتيف 2 زي. بشكل اسرع بشكل سريع نعيد، زي تربيع تساوي هذا هاي المعادلة، بدنا نوجد الفانكشن بي، ننقل الزي، بنساوي بالصفر، بناخذ الفانكشن عشان نوجد الجريدينت، بنقسم كل عنصر، عفوا بنشتق كل عنصر لحال، هاي الاربعة مندخلها داخل القوس، بنشتق 2 × 4 = 8x، 2 × 4 = 8y،
ناقص 2 زي. معطينا طبعا البوينت كرقم، فشو بنعمل؟ بنعوض اكس، بنعوض واي، وبنعوض زي، فبكون الجواب كرقم للجريدينت 8 ضرب 1 8.8 × 8 ضرب 0 0 − 2 ضرب 2 − 4. ننتقل لليونت فيكتور. على القانون الجريدينت على الابسوليوت فاليو للجريدينت. الابسوليوت فاليو تعلمنا كيف نوجدها، ناخذ هاي القيم تحت الجذر تربيع 8 تربيع + 0 تربيع + −4 تربيع اللي هي 16. نكمل، طلع معانا الابسوليوت فاليو للجريدينت تحت 80 تحت الجذر. فناخذ اليونت اليونت نورمال فيكتور اللي هو اليونت جريدينت يساوي معانا الجريدينت طلع بعد ما عوضنا الأرقام 8i 0j في داعي نحطها −4k على 80 تحت الجذر. هيك نكون إن شاء الله خلصنا أهم الملاحظات بمادة الفاينل، وما ظل غير نحل أكمل فكرة بشكل سريع على الامتحان.